تعز ما بعد كسر الحصار المعادلة الصعبة. تأمين المناطق المحررة الأولوية الأهم والأكبر لاستكمال معركة تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. خلال 3 أيام فقط تهاوت مواقع الحوثيين وصالح تحت ضربات المقاومة والجيش الوطني ضمن هجومها النوعي وغير المسبوق. هجوم تمكن حتى الآن من السيطرة على كامل المدخل الغربي الجنوبي للمدينة في منطقة الضباب وتأمين الطريق الرابط بينها وبين عدن. وإذ تتعلق همة المقاومة الآن في استعادة تعز كاملة وبأسرع ما يمكن، فإن الجهد القتالي يتركز على المدخل الشرقي وبعض المناطق في المدخل الشمالي. وفق بيانات المقاومة الشعبية فقد أربك الهجوم الحوثيين ودفعهم للفرار من مواقعهم والتحصن بالمدخل الشرقي وبعض المناطق، حيث يقومون بعمليات زرع للألغام في محاولة لوقف تقدم المقاومة، بينما تحدثت مصادر عن انهيار في صفوف ومواقع الميليشيا. وبصرف النظر عما قد تتضمنه بيانات المقاومة نسبيا من معاني الحرب النفسية، فالواضح أن تعز التي أذقها الحوثيون العذاب تبدو اليوم على طريق الخلاص. احتاج الأمر إلى أشهر حتى تقوت المقاومة وتنظمت لتنتقل من عمليات الكر والفر إلى الهجوم والمبادرة، لكن ذلك لم يكن منفصلا عن غارات التحالف التي استنفدت الجهد العسكري للميليشيا. وإذا كان حسم المعركة في تعز بات مسألة وقت ليس أكثر، فإن السؤال الآن هو عن إمكانية أن تكون استعادة المدينة منطلقا لاستعادة العاصمة صنعاء وبقية المناطق اليمنية، إن بالسلاح أو سلما إذا قررت الميليشيا أو أجبرت على قبول التسوية السياسية وفق القرارات المعروفة يمنيا ودوليا، بدل الاستمرار في معركة تقول تعز وقبلها مأرب وعدن والضالع أنها خاسرة.